دكتور فود، دكتور فود لبني هالشاورما، شو شو يطلع معك؟ شاورما؟ لا لا لا، شاورما دجاج، نحن عملكن اياها شاورما اسكالوب، ما حدا عنده هذا الكونسيبت، يلا نقلبها سوا يلا. رح افتح هالشاورما، نشيل منها الدجاج، هنشيل هالدجاج، اوكي هنقطعهم نعمين هلا، نحط لهم الجبنة بقلبه، نحط لهم التركي بقلبه، نعملها اسكالوب. جبنة بيضاء، تشادر، توم بودرة، والزنجبيل، الزنجبيل أهم شيء بقلبه. ثوم أوريغانو، زنجبيل، ثوم بودرة وبصل بودرة. بارميزان. هاي الايتمز الوحيده بلبنان، شاورما اسكالوب موجوده عند البوسطه، تعالوا جربوها يلا.